بالله العظيم وبالأئمة الطاهرين وبالدماء الزكية للشهداء الكرام وخصوصا دماء شهداء قادة النصر. أن أكون ثابتة على المسيرة العلمية وأن أطور قابلياتي ومهاراتي ضمن اختصاصي وأن أرعى العلم والعلماء ثابتة على خط العترة الطاهر خط البلاء وخط المسيرة المضمخة بدماء الشهداء وأن أنوي ذلك كله قربة إلى الله تعالى طالبة رضوان الله تعالى في كل حركة أتحركها وخطوة أخطوها ومن الله التوفيق.